إزاي رحل في عز شبابه؟ تفاصيل اللحظات الأخيرة في وفاة أحمد سامي العدل. أحمد سامي العدل شاب زي شاب من ولاد الممثلين، بيبتدي حياته بيمثل هنا وهناك، بيحاول طول الوقت يطور من نفسه لحد ما حقق نجاحات عظيمة، لكن يا خسارة ملحقش يفرح بالنجاح ده، مات في عز شبابه وراح لأبوه الأب الروحي وإمبراطور الوسط الفني سامي العدل بعد 8 سنين. فيا ترى إيه اللي حصل له؟ قالت رشا العدل أخت أحمد العدل عن تفاصيل حياة أخوها الأخيرة، إنهم كانوا قاعدين على البحر في دهب في ساعة غروب، بيضحكوا ويعيطوا سوا وبيشتكوا لبعض قد إيه أبوهم وحشهم وقد إيه الحياة من غيره صعبة، وفضفضوا لبعض ووعدوا بعض بحاجات كتير. ورجعوا القاهرة وبعدها بكام يوم فجأة جالها مكالمة تليفون بتقول الحقي أخوكي تعبان في المستشفى. فجريت رشا عليه لقت التعب والألم زايدين على عمر عمرين، مش عارف يتنفس وكلامه بصعوبة، ولأنها أخته قعدت تكلمه وتضحكه وتحاول تهون عليه شوية وتسيبه يرتاح شوية. وفي عز محاولتها لنقله المستشفى تانية فقد نبض قلبه لثواني فاتخضت، والدكاترة طمنوها وقالولها مفيش حاجة. قالت رشا لأخوها أحمد أنا عايزك تسبح وتقول الشهادة معايا وتفضل تقول كل القرآن اللي انت حافظه. ويدوبك لفت ظهرها ولسه هتخرج وتشوف موضوع الإسعاف ونقله، لقيت دكاترة وممرضين في كل حتة حوالين أحمد بيحاولوا ينعشوه 38 دقيقة على الساعة، محاولات لكن أمر الله نفد ومات أحمد من غير ما يتعرف السبب الحقيقي للوفاة. بس أحمد كان بيعاني من تجلطات على الرئة بعد ما اتصاب بكورونا، وجايز يكون هو ده السبب في الوفاة. بعدها كتب خالد بن سامي العدل على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا أحمد سامي العدل، نسألكم الدعاء له. من هنا بقى الدنيا اتقلبت على السوشيال ميديا وحزن عليه القريب والغريب اللي يعرفه واللي ما يعرفوش، وأخذ محبة من الجمهور اللي بيحب أبوه سامي العدل، الفنان اللي كان بيعمل جلسات صلح بين المتخاصمين من النجوم، واللي قعد يوصي قبل ما يموت إنه لازم ينتجوا أعمال هادفة وليها مضمون، ولازم المنتجين يعرفوا إنهم بيخاطبوا جمهور واعي وذكي. الفنان الراحل سامي العدل اتجوز 3 مرات، الأولى كانت من الفنانة عفاف رشاد وبعدها اتطلقوا، والتانية كانت من الفنانة نادية شكري وعنده منها ابنة وحيدة هي رشا، وتالتة من الكاتبة والممثلة ماجدة نور الدين، وخلف منها أحمد وخالد سامي العدل. أحمد سامي العدل هو من ولاد الراحل سامي العدل والكاتبة ماجدة نور الدين، ودخل عالم الفن لأنه لقى نفسه وهو صغير في عيلة كلها مخرجين وكتاب ومؤلفين وممثلين. بدأ حياته الفنية من خلال فيلم المهاجر اللي شارك في إنتاجه، ودرس الإخراج في أمريكا، ورجع مصر واشتغل مساعد مخرج في عدد من الأعمال زي مسلسل جميلة وضد الكسر ونسر السعيد. أحمد كان فنان موهوب، فكان بيعرف يمثل ويلحن ويخرج، لكن القدر كان غالب. مات أحمد بعد حياة صغيرة قدر فيها يعمل إنجازات على المستوى الفني وقدر يكسب محبة وقلوب الناس كلها. رحم الله أحمد ووالده سامي العدل.